بقى ماتش بكره في شويه ناس او نقدر نقول يعني كتير نسبيا ابتدوا يتكلموا على ان النادي الاهلي هيلعب بكره ان شاء الله مع فريق متوسط الى حد ما او فريق في المتناول زي ما بيقولوا لاي فريق انه يعمل عليه مباراه كويسه. اللي ما يعرفش بالميراس كويس ده نادي عريق في البرازيل من مدينه ساو باولو وتاريخه كبير للغايه نظرا لتاسيسه عام 1914. فاحنا بنتكلم برضو على فريق ليه تاريخ وليه اجيال متعاقبه وليه طبعا يعني عنده يكفي ان هو عنده اللمسات البرازيليه الشهيره وانتوا عارفه طبعا نهاوند اللعب البرازيلي عامل ازاي والمهارات الفرديه طبعاً حاجه يعني مفزعه. البرازيل مشهورة بأن الولد أو الطفل بيتولد من هنا بينزل يلعب كورة في الشارع، ده قبل أي احتراف أو قبل أي يعني انتماء لأي نادي، هم معروفين بده. يعني كل دولة كده ليها رياضة هم بيبقوا أو بتبقى منتشرة عندهم أو مهتمين بيها، هي كرة القدم في البرازيل حاجة أساسية. فأكيد بنتكلم عن بالميراس ده اللي هو بيعد واحد من أهم الأندية في البرازيل واكثرها نجاحا واكثرها يعني جماهيريه. فبنتكلم عن نادي حصل 10 مرات كاكثر نادي بيحرز هنا الالقاب في البرازيل، اضافه طبعا لنادي كوبا ده عام 1999 و2020. يعني احنا بنتكلم عن نادي تاريخي سواء هنا في عدد السنوات او حتى عدد البطولات. هو يعني على كل الاحوال بيحتل حاليا المركز السابع في ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 53 نقطه وبفارق 13 نقطه عن المتصدر فريق انترناسيونال. طبعا لعب في الدوري البرازيلي هذا الموسم 33 مباراه، حقق الفوز في 14 مباراه منهم وحسم التعادل الموقف 11 مواجهه منهم وخسر 8 مرات، وان شاء الله ان شاء الله تبقى التاسعه على ايدينا بكره باذن الرحمن. هو يعني اخر مباراه خاضها الفريق كمان كان في الدوري، هو تعادل فيها وخسر في المباراة الافتتاحية، ده كان في نصف النهائي كان بهدف يعني وقتها دون رد. وأعتقد ده معناه يعني إلى حد ما برضو إحنا قدام فريق عايز يستعيد تاني نغمة الانتصارات بتاعته، ولكن نرجع نقول نثق إن لاعبي النادي الأهلي مش هيسمحوا إن شاء الله إن ده أبدا يحصل.